السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في اللقاء العاشر لمقرر مبادئ التسويق لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد. أهلا وسهلا بكم وحياكم الله. هل الصوت واضح للجميع؟ جميل جدا. طيب اليوم بإذن الله سيكون عندنا لقاءين، هذا اللقاء واللقاء الذي يليه عند 9:45 بحول الله وقوته، ويتبقى لنا بمشيئة الله لقاء سيكون اللقاء الأخير 12 في الأسبوع المقبل في الوقت الأصلي في حدود الساعة 9:45. حياكم الله. طيب ندخل إلى الموضوع مباشرة. المحاضرة الماضية تطرقنا إلى الوحدة التاسعة التسعير، وأيضا أخذنا مفهوم التسعير وماذا يعني بالتسعير، وقلنا إنه هو عملية أو إنه القيمة نفسها تتمثل في الثمن الذي سأدفعه مقابل المنفعة التي سأجنيها من شرائي لهذا المنتج. أيضا تطرقنا إلى سبب اهتمام الشركات الآن في الوقت الراهن الآن بعملية التسعير وخاصة تسعير منتجاتها، هي عدة أسباب طبعا ذكرناها المحاضرة الماضية. أيضا تطرقنا إلى أهداف التسعير، وأنه هل هدف الشركة كان البقاء في السوق أو تعظيم الربح أو الحصة السوقية. وأيضا أتوقع أنه آخر ما وصلنا إليه كانت هذه الشريحة اللي هي العوامل التي تؤثر على الشركات في تسعير منتجاتها. ما هي الأشياء التي تؤثر على الشركة في تسعير منتجاتها؟ هناك عوامل قد تكون داخل الشركة وهناك عوامل خارج الشركة. تطرقنا إلى العوامل الخارجية وقلنا أن وعي المستهلك أصبح الآن يعني عالي جدا، فهو يتوقع أو يتنبأ بسعر معين حينما يذهب لشراء منتج الشركة. يضع في باله سعرا معينا لمنتجه، فلا تستطيع انك تستغفل المستهلك بوضع اسعار يعني. كذلك المنافسين الان اصبحوا الان المنافسين هم نوعا ما يؤثرون عليك في اسعارك، انك لا تستطيع ان تضع سعرا ومنافسيك يضعون اسعارا يعني افضل منك او اقل منك وهلم جرى. ايضا تطرقنا الى العوامل الداخليه وقلنا هذه اشياء داخل الشركه هي التي يعني تؤثر عليها في وضع اسعارها، مثل ما تطرقنا قلنا ان اول واحده اهداف التسعير هي السابقه اللي هو تعظيم الربح اللي في الشريحه السابقه، يعني حاط لكم هنا اللي هي هذه الان هذه الشريحه، هل بقى في السوق هذا داخلي هذا الان او تعظيم الربح او زيادة في السوقيه وهلم جرى. طيب اليوم باذن الله سنكمل ما تبقى من هذه الوحده وستتطرق إلى سياسات التسعير. ما هي السياسات التي تتبعها الشركات عند تسعير منتجات؟ هناك سياسات عدة تتبعها الشركات إذا أرادت أن تسعر منتجاتها، سواء في مواسم مختلفة أو في أوقات مختلفة أو حينما تطرح منتج جديد أو حينما مثلا منتج تعدل عليه المنتج هذا وتعيد تطويره مثلا وتحسينه. وطبعا عده سياسات معينه تتبعها الشركات طبعا بناء على كل نوع نوع كل 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 كل, كل منتج للشركه، هل هو سلعه او خدمه؟ طبعا هذا يفرق. وهل السلعه هل هي المنتج حقك سلعه؟ اذا فرض انه سلعه، هل هو سلعه ميسره او سلعه تسوق واهل المجرى. طيب اول سياسه وهي تتبعها الشركات ما تسمى بسياسه كشط السوق. ما المقصد بسياسه كشط السوق؟ طبعا السياسة هذه قائمة على أن الشركة تقوم بوضع أقصى سعر للمنتج تستطيع أنها تبيع فيه. مثال على ذلك أنه أنا والله أعلى سعر أقدر أبيع فيه مثلا الآيفون كمثال، ناخذ جهاز الآيفون كمثال، أقصى سعر أستطيع أنه 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 أبيع فيه جهاز الآيفون مثلا 5000 ريال. فهي السياسة هذه تسمى كشط السوق، أي أخذ عدد محدود من الناس عندهم القدرة على أنهم يشترون المنتج بسعر عالي. الآن الآيفون أول ما ينزل بالعادة أول ما ينزل الإصدار الجديد في الغالب أنه يكون مثلا سعره مرتفع جدا، يعني يكون 5000 ريال 4500، لأن هناك أناس هذه تسمى سياسة في السوق، هناك أناس مستعدين أن يدفعوا مبلغا زيادة لاجل ان يحصلوا على المنتج، وبالتالي انا كشركه خلني استفيد من هالناس اللي عندهم قدره ماليه ويبغون يشترونه حتى لو كان سعره مرتفع شوي، خلني استفيد من هالناس دول. طبعا هذه السياسه هي تضع
اقصى سعر استطيع ان اقدر ابيع فيه. يعني الايفون ما اقدر اقول لك والله ابيع بكره ب 12، لانه والله يعني نوعا ما اقدر ابيع اقصى شيء انه ب 5000 ريال منطقي اكسبتبل يعني شوي، فالناس ممكن يشترون بحدود ال 5000. في ناس عندها استعداد تشتري بالسعر هذا، فبالتالي خلني استفيد من هؤلاء الناس الذين لديهم الاستعداد لشراء المنتج، وهذه تسمى سياسه رشد السوق. شوفوا الان مثلا السيارات، اول ما تنزل سياره موديل الحديث، اول ما تنزل مثلا تحصلها بسعر مثلا 150000، لكن بعد فتره شهر شهرين ثلاثه تبدا ينزل سعرها تدريجيا يصل الى مثلا 100 130 120000. بالتالي ليش؟ لانه حينما يطرح المنتج للسوق جديدا، سواء كان منتج جديد او هذا المنتج تم التعديل عليه واضافت عليه اشياء جديده وتم تطويره، بالتالي حينما تنزله في السوق انت، فهناك اناس متعطشين لشراء هذا المنتج لو كان سعره عالي. فخلي استفيد من الناس اللي عندها قدره ماليه ويبغون يشترونه. مثل ذلك احيانا بعض الماركات المعينه كملابس نسائيه او ساعات او شنط، فيعني اول ما تنزل اصدار الشركه تجد ان سعر الشنطه مثلا قيمتها نفرض 5000 ريال او 4000 ريال، لكن بعد فتره معينه بعد 6 شهور 4 شهور 8 شهور تجد ان سعرها نزل ممكن الى 3200 3400. بالتالي هذه السياسه تسمى سياسه كشط السوق، اللي هي انه انا كشركه اضع يعني اقصى سعر استطيع ان ابيع فيه. يعني والله انا منتجي والله انه اقصى سعر استطيع فيه، والله مثلا كجهاز مثلا تليفون مثلا والله اقصى سعر اقدر ابيع فيه مثلا بخمس مثلا ب 1800 ريال. هل الصوت واضح؟ هل الصوت واضح للجميع؟ طيب جميل جميل جدا. طيب جميل. السياسه هذه تسمى سياسه السوق، انه اضع اقصى سعر استطيع. طبعا مو بانه والله اعطي سعر مثلا المنتج سعره نفرض 3500 ريال في السوق، لما تنزل تحط له والله مثلا 10000، لا مو كذا، وانما والله زياده 500 700 800 1000 ريال ممكن، وهذا اقصى سعر انه اقدر اني ابيع فيه تقريبا واحصل عدد لا باس به من المستهلكين يستطيعون شراء هذا المنتج. وهذه السياسه هي انه اضع اعلى سعر استطيع به. السياسة الثانية وهي ما يسمى بسياسة اختراق السوق، هذه عكس السياسة الأولى. هذه السياسة وهي أني أضع أدنى سعر، أقل سعر أستطيع أبيع فيه المنتج. أنه مثلا جهاز الأيفون أنا أبيع 3500 كمثال، لا، أنه أدنى سعر أستطيع أن أبيع فيه مثلا اللي هو مثلا 2800 ريال. ما الهدف من هذه السياسة؟ الهدف من هذه السياسة حينما أضع سعر منتجاتي واتبع سياسه اختراق السوق، فاني اريد ان احقق حجم مبيعات كبير واريد ان ازيد الحصه السوقيه للشركه. ليش؟ لانه حينما يجد المستهلك انه منتجي نزل سعره مثلا، فبالتالي قد يندفع المستهلكين يعني بسرعه الى شراء هذا المنتج، بالتالي قد تزيد مبيعات الشركه، وبالتالي هنا قد تزيد الحصه السوقيه. ولذلك هذه السياسه طبعا تتبعها. طبعا لما نتكلم احنا عن السياسه هذه او السياسه الاخرى، طبعا بناء على كل شركه وبناء على نوع منتجاتها، ما هو نوع المنتج الذي تقدمه الشركه؟ طبعا لا تستطيع كل شركه انها تطبق السياستين هذه على طول. انه شركات قد تستطيع انها تطبق السياسه الاولى مثلا، يعني الشركات القويه خاصه زي ايفون السيارات مثلا، وبالغالب انها تطبق السياسه الاولى لانها يعني شركات قويه وتستطيع انها تصمد لفتره، وانها يعني تنوع في منتجاتها، وغالبا تطرح منتجات باستمرار محدده ومعدله، وخاصه هذه نطلق عليها غالبا انها تتم في سلع التسوق زي الجوالات، الملابس النسائيه، السيارات، الاثاث والاشياء هذه. بينما سياسه اختراق السوق هذه قد تنطوي احيانا على السلع الميسره. لما نجي على السلع، لانه انت من الهدف من هذه السياسه انه انا كشركه ابغى ازيد حجم مبيعات لي انا 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 كشركه، وابغى ابيع بشكل كبير جدا، وبالتالي هذه السياسه قد تفيد ايضا انه في زياده الحصه السوقيه لي، انه مقدار ما املكه من السوق. طبعا الاختراق السوق المقصد به طبعا انه مو بتنزل سعرك لادنى شيء، ولكن هو ادنى سعر استطيع انه احقق فيه هامش ربحي بسيط جدا. كمثال شركه تبيع منتجها مثلا ب 10 ريال، هو يكلف المنتج ما يكلفه مثلا 7 ريال كمثال، بالتالي ادنى سعر استطيع ان ابيع فيه مثلا 8 ريال، هذا ادنى سعر بالنسبه لي. بالتالي انا انزل من 10 ريال الى 8 ريال، او مثلا نفرض انه 100 ريال تبيع الشركه منتجها سابقا،
فهي إذا أرادت أن تتبع سياسة اختراق السوق إنها تلجأ إلى خفض سعر المنتج بحيث إنها يعني ما تكون خسرانة فيه، وإنما يعني أقل هامش ربح تستطيع إنها تبيع فيه الشركة. طيب السياسة الثالثة وهي ما يسمى بسياسة التسعير النفسي. طبعا هذه السياسة تقوم على إنه دفع المستهلك إلى اتخاذ قرار الشراء ليس عقليا وإنما عاطفيا. مش معنى عقلي وليس عاطفي وليس عقليا، إنه بدون التفكير المنطقي وإنما بالدافع العاطفي. إنه حينما ترى أسعار أنت مثلا، يعني زي المثال الموجود الآن، يعني 99.99، هذه المستهلك حينما يرى السعر هذا يعتقد انه والله الحمد لله انا في السيف، انا لسه ما بعد وصلت الخانة المئات. ولذلك هذه السياسة طبعا وجدوا انه يعني سابقا بداية طرح هذه السياسة كانت قوية جدا، لدرجة انه الاقبال على المنتجات كان مهولا جدا. والسبب لانه انت حينما تجد المنتج سعره 1000، واقول لك لا والله مو 1000، سعره 900، انا نطقت اول شيء ال 100، ما نطقت ال 1000 في البدايه. انا لما نطقت قلت ال 100 900، يعني لا زلت في خانه المئات. طيب هو 999، يعني من ال 1000 تقريبا هلله او هللتين. بالتالي هذه السياسه هي تعمل على دفع المستهلك انه يشتري بناء على اللي هو الشيء العاطفي. ليس لما تجي عقليا ومنطقيا ما فرقت، هي فرق هلله ليس، لا يجد هناك فرق، ولكنها الى الان لا زالت لها تاثير، لا زالت مستخدمه الان. طبعا هذه السياسه قد تختلف من شخص لاخر قوه تاثيرها في الاشخاص. شخص قد يجد انها ما تؤثر فيه. طبعا هي لما نجي فعليا هي تؤثر فيك، اي شخص هذه السياسه تؤثر فيه، اللي هي التسعير النفسي، اللي هي سياسه الاسعار الكسبيه الان، اللي هي مثلا 99.9 مثلا 9999 988 900 او 9 ريال فاصل 99، هي تؤثر بك، ولكن يختلف تاثيرها من شخص الى اخر. طبعا انا قد تؤثر فيني بنسبه 3%، فلان ب 10%، فلان مثلا 13%، فلان مثلا 25%، لا زال لها تاثير الى الان، لا زال لها تاثير الى الان. طيب هل الصوت واضح يا شباب؟ في ناس يرسلون انه الصوت، انا ما ادري ايش الاشكاليه، هل الصوت واضح؟ طيب قد يكون الشخص الذي يعاني من 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 انقطاع الصوت او ربما انه غير واضح بالنسبه، قد يكون عنده مشكله في الانترنت او في جهازه. فغير مثلا الجهاز او ابحث عن مكان يكون فيه الانترنت قوي. هل الصوت يقطع؟ والله مشكلة كذا الآن. طيب والله ما أدري، أنا ما أدري إيش الإشكالية، أنا عندي الأمور تمام، الإنترنت عندي جدا ممتاز والجهاز ما في شيء يعني. عموما كان الله بالعون. طيب السياسة الثانية من سياسة التسعير وهي ما يسمى بأسعار التفاخر. الاسعار التفاخر المقصد بها طبعا انه هذه الاسعار، يعني غالبا الشركات تعطي بعض منتجاتها اسعار عاليه جدا، يعني خاصه حقه الموضه والاشياء هذه. ليش؟ لاجل انه يعني تعطيك كمستهلك يعني ايحاء انه هذه سعرها عالي فجودتها عاليه جدا. وهذه النقطه ذكرناها سابقا، ليس كل منتج سعره عالي ليس بالضروره ان تكون جودتها عاليه. والسبب لانه بعض الشركات احيانا لجأت الى انه رفع اسعار المنتجات ظنا من المستهلك، قد يظن انه فعلا مثلا نفرض كملابس، انه اتكلم عن اسعار التفاخر كملابس مثلا، لما تجي سعر مثلا الجاكيت مثلا او هذا سعره مثلا 800 ريال، قد تعتقد انه والله فعلا واو، انه والله الجاكيت هذا قد يكون من جلد التمساح ولا من جلد، كمثال الان. طبعا ليس بالضروره ان يكون السعر ان السعر العالي دليل على جوده المنتج وقوه المنتج، ليس بالضروري. لذلك الان بعض الشركات قد استغلت الشيء هذا، انه صار المستهلك لما تدخل محل مثلا معين، نفرض اجهزه كهربائيه، واقول لك مثلا الجهاز هذا مثلا سعره 250 الشركه هذه، والشركة هذه سعرها مثلا 276، هذه الشركة سعرها 380، انت على طول في بالك انه طالما ان السعر عالي بناء على المنافسين فجودة السلعة هذه عالية. طبعا ليس بالضرورة، هناك منتج، نفرض منتج في اليابان
ومنتج في المانيا مثلا، نفس المنتج قد تكون في اليابان او في الصين مثلا او في تايلاند جودته عاليه، لكن التكلفه على الشركه في تايلاند مثلا اقل بكثير من التكلفه على الشركه في المانيا، بالتالي الايدي العامله في المانيا اغلى من الايدي العامله في تايلاند، وبالتالي المنتج انا اللي يجي من تايلاند قد يكون جودته عاليه وسعره منافس، بينما اللي في المانيا طبعا جودته ممتازه، ولكن بما ان الايدي العامله عليه في التكلفه عاليه عليه، فبالتالي ساضطر اني ارفع سعر المنتج. وبالتالي انا اقول ليس بالضروري ان كلما ارتفع سعر المنتج ان دليل على ان جوده المنتج عاليه. هذه كذا قال، ولكن هي طبعا ايحاء او قد تكون يعني نوعا ما اشاره الى انه مثلا جودته جيده، لكن ليس بالضروره، ليس في جميع المنتجات. طيب السياسه اللي بعدها الرابعه، وهو ما يسمى بسياسه التسعير الترويجي. ما المقصد بالسياسه هذه؟ طبعا الهدف من هذه السياسه انه اعمل على تنشيط مبيعاتي. طبعا هذه السياسه فيها نوعين، هي سياسه اسعار الاستدراج، وهو ان تقوم الشركه هنا ان تقوم الشركه بتسعير بعض منتجاتها باسعار اقل من اسعار السوق في المتاجر الاخرى. كمثال على ذلك، تجيك مثلا الان بنده تقول لك اليوم انا عندي الرز والسكر والشاهي عليهم مثلا الرز سعره الاصلي مثلا 30 ريال، عندي الان مثلا 20 ريال، والسكر الان بدل ما هو ب 15 الان عندي ب 10، والشاهي بدل ما هو ب 15 عندي ب 12 الان. فهذه السياسه هو استدرجك الان من خلال الرز والسكر والشاهي ان تاتي الى متجري لاجل ان تشتري منتجاتك. الآن منطقيا هل أحد منكم قد ذهب مثلا إلى شاف مثلا البروشور حق بندا أو الأثيم أو الدانوب وشاف الرز مثلا والسكر وشاهي مثلا وقال خلاص بروح آخذ هذه المنتجات واطلع؟ في الغالب إنه أنت كمستهلك حينما تذهب إلى هنا، فأنا هذا نوع من الاستدراج، أنا جالس أستدرج من خلال منتج منتجين ثلاثة عندي لأجل أن تجيني مثلا للمتجر، لكن فعليا حينما تأتي فانك لن تخرج بدون ثلاث منتجات فقط، وانما ستضيف عليها منتجات اخرى. احيانا بعض الشركات قد تستغل انه ايش؟ هناك منتجات تكون ما يسمى منتجات لاحقه، يعني انت اذا شريت في الغالب اذا شريت مثلا شاهي تشتري معاه سكر، اذا شريت المكرونه بتشتري معاه الصوص مثلا، اذا شريت الرز ممكن تمر تشتري الدجاج او اللحم. اذا فبالتالي انه يعني الاشياء اللي ما تسمى الاشياء اللاحقه، اذا شريت مثلا فرشه اسنان تشتري معها معجون، او شريت معجون تشتري معها فرشه اسنان، فبالتالي انه قد انه اعطيك سعر اقل مثلا في الفرشه فرشات الاسنان، بس ازيد السعر شوي مقارنه بالمتاجر الاخرى في معاجين الاسنان، بالتالي انا قد اعوض من هذه في هذه. المستهلك قد لا يلاحظ الشيء هذا، يعني نادرا جدا ان يلاحظ المستهلك الشيء هذا، انه والله واو السعر مختلف جدا زياده ريال ريال. بالتالي الشركات هذه السياسه ما تسمى اسعار الاستدراج، انه احاول استدرج المستهلك ان ياتيني الى المتجر لاجل ان يشتري، لن يشتري هذه المنتجات اللي انا عرضتها فقط، وانما سيشتري غيرها. بالتالي انا قد يشتري الرز، لكن حينما يشتري الدجاج او اللحم مثلا، فانا قد اعوض النقص اللي في مثلا في الرز في الدجاج. وهلم مجرة، احيانا بعض المعارض مثلا اللي في البونات مثلا محلات ملابس تجي يقول لك والله عندنا التيشيرتات مثلا عندنا تبدا من 70 ريال مثلا او من 50 ريال. حينما تاتي انت لن تخرج تيشيرت وبس، قد تجي والله تشتري بنطلون، تشتري مثلا انتم كرامه جزمه، تشتري يعني من القبيل. احيانا يقول لك انه اعطيك والله مثلا اقول لك التيشيرتات عندنا مثلا اسعار 50%، واحط لك بخط صغير على اصناف مختاره مثلا او على عينات مختاره او ماركات مختاره. فحينما تاتي هذه الاستدراج حينما انت بس مجرد انا ابغاك تجي عند لعندي، اذا جيت فانه احتمال قرار الشراء يزيد اكثر من انك ما تجي عندي. طيب السياسه الثانيه وهي ما يسمى بسياسه اسعار المناسبات الخاصه. طبعا هذه السياسة تستخدمها الشركات خاصة في المواسم، يعني في الصيف، فأحيانا يعني الشركات اللي مثلا الدفايات وهذه في الغالب في نهاية الشتاء، يعني تستخدم الشركات سياسة أسعار إن تنزل الأسعار. ليش؟ لأنه احنا مقبلين على صيف،
لن يروح واحد يشتري اللهم صل محمد دفايه. بالتالي انه هذا طبعا من سياسه اللي هو مجرد تنشيط المبيعات، احاول ابيع تعال تشوف الدفايه عندنا بسعر ارخص. كذلك حتى في فتره الشتاء مثلا اذا اقبل بدايه انه يعني انه بدايه فصل الخريف مثلا، تبدا الشركات المكيفات يعني تحط عروض اسعار وتعال المستهلك وعندنا. هذه تسمى سلع موسميه. كذلك الملابس، الملابس الشتويه والملابس الصيفيه، شوفوا وقت المواسم اذا بدا ينتهي الموسم تبدا الملابس احيانا الاسعار، يعني تجد الشيء الجاكيت اللي يعني بدايه الشتاء مثلا سعره 500 ريال، في نهايه الشتاء يعني قد تجي وتلقاه 350 400 ريال يعني. طيب السياسه اللي بعدها وهي ما يسمى بسياسه اسعار المقارنه او الخصم السيكولوجي، هذه الشركات تستعملها. طبعا السياسه هذه هو ان تقوم الشركه بوضع سعر قديم وسعر جديد لاجل ان تقارن بينهما لدفع المستهلك على شراء المنتج. اقول لك والله المنتج هذا ترى قبل كان ب 200 ريال الان ب 150، فلما اقول لك ب 200 والان ب 150 انت طبعا قد تعتقد والله كويس انا وفرت 50 ريال، لكن فعليا هل انت فعلا وفرت 50 ريال ام دفعت 150 ريال؟ لذلك اسعار المقارنه بالذات في سياسه هذه السياسات في الغالب ان المستهلك يشتري الاشياء هو فعلا قد ما يحتاجها، فعلا فعلا لما تيجي فعليا هل انت فعلا محتاجها؟ اذا نعم احسنت. لكن في الغالب انه فعلا المستهلك مو محتاجها، بس انه مجرد انه شاف عليها عرض مثلا والله فرصه خلني الـ خلني خلني الـ خلني اشتري والله اوفر 50 ريال، طبعا انت ما وفرت 50 انت دفعت 150 للشركه. طيب اذا احتجتها بعدين اشتريها طيب. لكن الان انت هنا ما شريتها، يعني انت لما تبقي المال معك 150 الان وتدفع 200 افضل من تدفع الان 150 على امل ان تحتاج المنتج. شوف تلاحظ الان عندك في البيت مثلا بعض المنتجات مثلا تجد انها لها فتره والله ممكن ما استعملتها فعليا. قبل تشتري منتج هل فعلا انا بحاجه الى هذا الشيء ولا لا؟ هنا السؤال، هل فعلا انا بحاجه للشيء ده ولا لا؟ بالتالي لما الان مثلا اذا يعني الحق الله على خير شهر رمضان، يعني الغالب الناس مثلا وهنا تكثر العروض وتكثر هنا تشوفون سياسه التسعير يعني واضحه للعيان. شركات الان في رمضان تستعمل سياسه التسعير بشكل كبير، زي ممكن تجد اسعار المقارنه. اقول لك ترى قبل كان عندي ب 200 الان 150، خاصه مثلا في موسم الاعياد مثلا او مثلا في رمضان، ترى عندنا الشوربه قبل كنا نبيعها ب 15 الان يلا ترى نبيعها مثلا ب 12 ريال. انت تشتري والله فرصه خليني اشتري حبتين ثلاث حبات اربع خمس، في نهايه رمضان تجد انه فعلا تراك انت ما اشتركت الا اربع خمس وباقي عندك في المخزن يمكن عدد كبير. احيانا تجي تلقى والله المحلات مسوي تيشيرتات قال لك والله خذ مثلا التيشيرت هذا قبل نبيعه مثلا 300 ريال الان تاخذ مثلا ب 180، والله فرصه قد اني احتاجه. طبعا هذه السياسه هي مجرد دفع المستهلك على شراء المنتج. طيب السياسه السابعه وهي ما يسمى بسياسه اسعار الخصم. ايش المقصد فيها؟ طبعا انه السياسه هذه قائمه على ان الشركه تقوم بوضع خصم للمستهلكين على بعض مثلا المنتجات، سواء كان هذا الخصم بناء على الكمية وما يسمى بسياسة خصم الكمية، هل كمية غير متجمع عفوا يا شباب انا هنا يعني للاسف ما عدلت النقطة، اعتذر جدا. الخصم الكمي غير المتجمع هذه، والنقطة الثانية خصم الكمي غير المتجمع. الأولى شيلوا كلمة غير في الأولى، هنا كلمة غير هذه شيلوها اللي موجودة هنا، شيلوا كلمة غير هذه لأنها هي سياسة الخصم الكمي المتجمع. أعتقد ما عدلت السؤال والله من فترة ما عدلتها للأسف، يعني قلت بعدلها ونسيت. عموما الخصم الكمي الأولى الخصم الكمي المتجمع، شيلوا كلمة غير. النقطة الثانية هو الخصم الكمي غير المتجمع. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الشيء هذا والشيء هذا؟ إنه الشركات تستعمل سياسة خصم الكمية، إذا شريت من عندي كمية كبيرة فأنا أعطيك ترى مثلا خصم مثلا 20 ريال او كوبون مثلا ب 10%. هذه الخصم الكمي المتجمع المقصد فيه انه اذا زادت كميه الشراء مثلا خلال شهر مثلا راح اعطيك مثلا، اذا زادت كميه الشراء عندك عن 1000 ريال راح اعطيك مثلا خصم 100 ريال. اما سياسه الخصم الكمي الغير متجمع انه والله مثلا اذا شريت
شريت مره واحده ب 1500 ريال، فانا بعطيك مثلا خصم 100 ريال. ليش؟ ايش الهدف من هذا؟ لما اقول لك ترى اذا شريت ب 1500 بطرح لك خمس يعني 100 ريال او 150 ريال، بالتالي انا دفعت، قلت ممكن قد تكون مشتريات تلف، لكن انا دفعت لك، انا دفع عفوا دفعتك انك تزيد الشراء او وتدفع اكثر عشان تحصل على خصم 100 ريال. شايفين كيف؟ طيب الاولى سياسه الخصم الكمي، ركزوا معي، الاولى سياسه الخصم الكمي المتجمع، وهي مثلا انه اقول لك ترى خلال شهر مثلا رمضان اذا شريت من عندي ب 1500 ريال بعطيك خصم 200 ريال كمثال. السياسه الثانيه وهي سياسه الخصم الكمي غير المتجمع، انه اذا شريت مني في يوم واحد في عمليه شراء واحده ب 1500 ريال بعطيك خصم 200 ريال. طبعا هذه السياسه هدفها دفع المستهلك على انه يزيد كميه الشراء، انا قد اشتري ب 800 ب 1000 ريال، ولكن مجرد انه شفت انه والله قالوا لي بنخصم لك 200 ريال فانا اروح اشتري زياده، والله يمكن احتاج هذه، يلا خلينا نشتري الزيت هذا، او خلينا نشتري التمتو، او خلينا نشتري الدجاج، او خلينا نشتري نزيد بس مجرد. وفعلا احيانا قد تكون منتجات شريتها ما لها صنع، واحيانا المنتجات قد يكون مغالاه في اسعارها، ولكن عشان احصل 100 ريال فانا دفعت 600 ريال او 500 ريال عشان احصل على 100 ريال. هذه تلاحظونها احيانا في بعض الشركات اللي تستخدم، تقول لك اذا شريت من عندنا مثلا من محل الملابس عندنا اذا شريت ب 1000 ريال نعطيك كوبون خصم ب 50 ريال مثلا، او اذا عفوا اذا شريت ب 300 ريال فاكثر نعطيك كوبون خصم 50 ريال. انا فعلا حينما خليتك تشتري، انت قد تجي تشتري ب 200 بس تقول والله عشان بيعطوني كوبون خصم 50 خليني بشتري ب 300. فانا دفعتك انك تدفع زياده الان 100 ريال، شريت ب 300 فاخذت كوبون خصم ب 50 ريال. انت لما تجي في الغالب الشركات ما في حاجه ب 50 ريال، في الغالب انك تبي تزيد عليها يقول لك ادفع الفرق الان، فانا دفعتك المره الاولى انك تدفع 100 زياده، في المره الثانيه خليت تجي وتدفع وقد تشوف منتج ثاني عندنا جديد وتشتريه. وقد انه والله تجي مره ثانيه انك ما تتناول تشتري بس انك شفت وشريت. وكذلك خليتك انك تدفع الفرق بين ال 50 ريال والمنتج اللي عندي موجود مثلا سعره مثلا 100 ولا 120. بعض الشركات تقول لك مثلا الكوبون هذا اذا تكيه ب 50 ريال لا ينطبق الا على بعض الا اذا على بعض السلع، وبالتالي هو السلع اللي عندهم اسعارها مرتفعه فيقول لك خلاص على السلع هذه وهذه وهذه ما في حاجه ب 50. لا، نبغاك تدفع الفرق بين ال 50، ولو منتج هذاك سعره 200 نبغاك تدفع الفرق بينهم 50، عندنا خصم لك اعطنا 150 ريال. واضح؟ اتمنى ان تكون واضحه الصوره. طيب السياسه السابعه اتوقع، لانه انا تجاوزت بعض انواع السياسات ما هي معكم. السياسه اللي بعد اتوقع السابعه وهي سياسه تسعير مجموعه السلع. ايش معنى السياسه هذه؟ تقوم الشركات على تسعير مجموعة سلع، انه اكثر من سلعة معها في غلاف واحد وتحط لها سعر معين لاجل ان يشتريها المستهلك مرة واحدة، يعني مجموعة واحدة. طبعا هذه السياسة تستخدمها الشركات في الغالب لاجل نقطتين مهمتين. الهدف من استخدام هذه السياسة اما ان والله عندي منتج قديم اللي ما تحرك في السوق ما مشى، بالتالي هذا المنتج القديم بمشيه مع منتج ثاني لي ماشي مهم باستمرار، فبالتالي خليه يروح معه، يعني البطيء هذا خليه يمشي مع السريع. او انه والله عندي منتج جديد وابغى الناس تجرب هذا المنتج، يعني كتجربه كتست الان للمستهلكين، اللي يعني استخدمه في ترويج منتج جديد اللي بالنسبه لي. تشوفون انتم خاصه في بعض السوبر ماركت مثلا يقول لك اذا اشتري الزيت هذا مثلا كمثال مثلا وخذ معه نوع ثاني زيت مثلا، او اشتري الصابون هذا او الشامبو هذا وخذ معه شامبو ثاني. هذه السياسه احيانا يعني قد يكون النوع الثاني بطيء الحركه، معنى بطيء الحركه انه يعني متكدس ما اشتروه الناس، يعني هذا المنتج الثاني لم يشترونه الناس، والسبب انه قد يكون انه ما واكب حاجاتهم ورغباتهم، قد يكون انه يعني ما لاقى استحسانا من قبل المستهلكين وهلم جرى. بالتالي انا ابغى اصرف البطيء هذا مع المنتج السريع، واقول لك ترى اذا اخذت اثنين ترى سعره مثلا الاول سعره مثلا نفرض 25 ريال، بس اذا اخذت اثنين هذا والثاني ترى سعره 27، فانت تقول والله فرصه انا اخذت حجم جيد وسعر يعني مناسب. او حينما استخدمها لترويج منتج جديد، عندي منتج وابغى هذا المنتج الان انه المستهلكين يعرفون عن المنتج،
ما هي مواصفاته، كيف طريقته، وهل هم انه يعرفون بشكل مستمر او بشكل مفصل عن هذا المنتج. بالتالي انه قد اضع المنتج الجديد هذا مع المنتج القديم عندي وخلي الناس تجرب. وهذا شوفوا الان غالبا في بعض، اللهم صل على محمد، في بعض المواد الغذائيه بشكل كبير يعني، وخاصه الان في رمضان يعني، يقول لك احيانا اشتر تجد انه يحطون لك مثلا الفمتو مثلا مع حاجه، او شوربه معها ماجي مثلا، او الاشياء هذه اللي تضاف لها. انه احيانا قد يكون عندي كشركه منتج جديد ابغى اطرحه وابغى اشوف رده فعل الناس عليه. اعتذر. واضح؟ طيب جميل جدا، اعتقد ان الصوره واضحه. طيب النقطة الخامسة والمرحلة الخامسة، وهي ما يسمى بتحديد طرق التسعير. طبعا طبعا الشركات حينما يعني تريد أن تحدد سواء استراتيجيات أو سياسات التسعير، طبعا هذه السياسات تتحدد بناء على هدف الشركة وكذلك ردود فعل المنافسين. مهما كان أنت كشركة حينما تقوم بتسعير منتجات أو اتباع استراتيجية معينة، فإنك لابد شيء ضروري جدا ان تنتبه لردود فعل المنافسين، لان المنافس مؤثر عليك ولا لا. المنافس الان لما شافك نزلت منتجك بسعر معين قد يلجأ ويروح وينزل منتجه بسعر ثاني، ولذلك قد تنشأ ما يسمى بحرب الاسعار بين الشركات. وهذه حرب الاسعار طبعا قد تقود الشركات احيانا الى، طبعا هي مصالح المستهلكين، ولكنها انه احيانا قد تقول الى انها قد تقلل الجوده، قد انه الشركات يعني تتواجه مشاكل معينه. لذلك انت كشركه حينما تضع استراتيجياتك او سياسات التسعير انت تريد، فانت اول حاجه تضعها بناء على هدف الشركه، ما هي اهداف المنظمه. الشيء الثاني المنافسين، هل انا استطيع انه والله انافس الشركه A وB وC؟ انا قد اكون شركه متوسطه او صغيره جدا، فلا استطيع انه والله قد انافس شركه ما شاء الله لها باع طويل جدا وقويه. وقد يكون طبعا اذا تكلمنا انه لم يكن عندك القدره الماليه والبشريه والماديه، لكن اذا كانت متوفره عندك فما في مانع انك تجي تنافس الشركات. مثال على ذلك مثلا شركه مثلا مايسترو فيزا، عندها القدره الماليه والكفاءه البشريه، ان استطاعت ان تتبع سياسه تسعير يعني جميله جدا، و يعني وجرى الم يجاري مايسترو فيزا، الم يجاريها مثلا دومينز في الاسعار وما شابه. طبعا هذا يجب ان تنتبه لرده فعل المستهلكين. طبعا طرق التسعير ما هي؟ هي الاجراءات اللي انت تتبعها بناء على يعني تحديد اسعار الشركه. طبعا انتم ما يهمكم من الاربعه اشياء هذه اللي هو طرق التسعير الا تقريبا رقم ثلاثه اللي هو القيمه او المنفعه المدركه، لكن نحاول ناخذ وش معنى التكلفه المضافه يعني من باب العلم بالشيء يعني. طبعا بناء انت تسعر بناء على تكلفه الوحده الواحده عندك انت الان. انا هنا اسعر بناء على كم تكلفني القطعه الواحده، قطعه التيشيرت الواحده كم تكلفني؟ تكلفني 70 ريال، فبالتالي انه سعري قد يكون 72 75 80 وما شابه. النقطه الثانيه التسعير على اساس نقطه التعادل، المقصد فيها انه والله انا اذا بعت مثلا 1000 تيشيرت فانا اكون كده غطيت تكاليفي. فبالتالي السعر اتكلم اذا بعت مثلا انا يعني كم اقدر ابيع تيشيرت؟ اذا انا ما اقدر ابيع الا 1500 فاني احيانا اسعر بناء على نقطه التعادل، انه والله اذا بعت 1000 سعر مثلا 75 ريال او بسعر حتى يعني 70 ريال مثلا، فانا حققت اللي هو نقطه التعادل اللي هو غطيت التكاليف، فالباقي الان يعني خلاص انا جالس الان احقق ارباح. لو بعت زياده فوق ال 1000 تيشيرت فانا جالس احقق ارباح. النقطه الثالثه وهي اللي يهمنا في سياسه او في طرق التسعير، وهي ما يسمى بالتسعير على اساس، طبعا المطلوب فقره ثلاثه فقط، التسعير على اساس المنفعه المدركه. ما المقصد في التسعير على اساس المنفعه المدركه؟ اعطيكم مثال. انت الان يعني اذا جيت تتقهوى مثلا في البيت، كم تكلفك القهوه في البيت تقريبا يعني؟ تقريبا يعني مع التمر مع الاشياء هذه تكلفك تقريبا نقول 10 ريال، ممكن اقل بعد من ال 10 ريال.
بينما في كافي مثلا جنب البيت مثلا او في الحي اللي انت فيه، كم تكلفك القهوه تقريبا؟ يعني القهوه العربيه، القهوه السعوديه الان مع التمر تكلفك تقريبا 30 35، يعني 40 ريال ممكن نقول كماكسيموم، يعني 40 ريال. بينما هذه القهوه نفس القهوه تمر وقهوه وممكن شويه حلا في فندق، في عفوا في لوبي فندق مثلا في فور سيزون مثلا، ولا في نارسيس، ولا في ريتز كارلتون، القهوه دي كم راح تكلفك؟ تقريبا لا يقل عن 150 ريال. طيب ليش اختلف تسعير القهوه من هنا وهنا وهنا؟ ليش سعر القهوه عندي في الحي اللي انا ساكن فيه، في الكافيهات اللي ساكن عند الحي اللي ساكن فيه، سعرها تقريبا 35 40 ريال، بينما في ذاك الفندق سعرها مثلا يعني 150. احيانا فندقين، الفندق هذا 150 وهذا مثلا تحصل ب 60 ريال. وش الفرق بينهم؟ التسعير تم هنا بناء على المنفعه المدركه، بناء على المنفعه اللي انا ساحصلها. في الغالب انت لما تذهب الى فندق فانك غالبا تريد ان تقضي وقت كويس يعني، وتنبسط وتجلس في في مكان راقي، في مكان نظيف، في اطلاله، قد تكون اطلاله معينه مثلا على البحر، على مشبه، قد يكون احيانا مثلا فيه الجلسات هذه مثلا قد تكون في فرقه موسيقيه. انا الان قدمت لك الان قهوه، انا فعلا ما بعت لك القهوه فقط لوحدها ب 50 ريال، وانما بعت لك اشياء مع القهوه بقيمه ال 150 ريال. يعني بعت لك المكان، بعت لك الاطلاله، بعت لك المقاعد، بعت لك الديكورات، بعت لك النظافه، بعت لك السيرفس، فاشياء كثيره جدا انا بعتها لك في هذا المكان. وهذا التسعير تم بناء على المنفعه التي سيدركها المستهلك من شرائه لهذه يعني السلعه. القهوه اللي عندك في البيت بتكلفك 10 ريال، بينما في الكافي يعني بوفر لك مكان معين وشاشه تلفزيون مثلا بتكلفك 35 ريال، بينما في ذاك الفندق ستكلفك 150 ريال وتدفعها وانت متوسط. مثلا القهوه الان يعني لما تجي تمر مثلا دانكن ولا ستاربكس مثلا تشتري قهوه سعرها تقريبا 15 ريال 12 ريال بحدود هذه، بس لما تروح مثلا في كافي مثلا يعني في سوق ومن الكافيهات اللي في الاسواق تحصل قهوه عنده مثلا والله ب 25 ب 27. ليش؟ التسعير هنا تم بناء انا على المنفعه التي ستجنيها. انت جاي والله جاي تنبسط الان تقضي وقت، خاصه في الويكند مثلا جاي تبي تجلس ويعني تضيع وقتك وانت جالس الان في كافي وجلسه مريحه واطلاله جميله والاشياء كثيره. طبعا هذه مثل كذلك احيانا اذا تذكرون في تسويق الخدمات ذكرها حتى في الفنادق مثلا، الاطلاله اللي على البحر ما هو مثل الاطلاله اللي على المدينه او على الشارع المدينه. هذه تسعير تم بناء على المنفعه، انا والله بحصل اطلاله هنا، بينما في الغرفه الثانيه بحصل على والله اطلاله على شارع مثلا او على المدينه. بالتالي ايهما اطلاله اللي قد يستطيع المستهلك انه يدفع زياده بناء على هذه على المنفعه التي سيجنيها من هذه من تقديم هذه السلعه او الخدمه. طيب اخر نقطة سأتكلم عليها في وحدة التسعير وهي الخاصة بتحديد ردة فعل المستهلك لأسعار الشركة. طبعا الشركة تستطيع ان تقيس هل فعلا المستهلك راضي عن هذا السعر ولا غير راضي. لذلك انت الخطوة الخامسة اللي تقوم بها الشركة لمدى لقياس ردة فعل المستهلك للسعر. هل المستهلك راضي ولا مو راضي عن السلعه؟ راضي عن السلعه، راضي عن الخدمه، راضي عن الشركه، راضي، هل هو فعلا راضي ام لم يرضى؟ كيف تقيس الرضا؟ تقيس للشركات في المرحله هذه انه انت كشركه تستطيع ان تتعرف على اتجاهات المستهلكين عن اسعار الشركه من خلال اثر تغير الاسعار على حجم المبيعات. اعيد، ركزوا معي في النقطه هذه. تستطيع الشركة أن تتعرف على اتجاهات المستهلك، هل المستهلك راضي أم غير راضي؟ هذه اتجاهات المستهلك. تستطيع الشركة أن تتعرف على رضا المستهلك أم عدم رضاه من شراء السلعة والخدمة عن طريق أو من خلال أثر تغير الأسعار على حجم المبيعات. إذا زاد حجم المبيعات عندي بالتالي أنه السعر قد يكون لاقى استحسان أو رضا من المستهلكين. بينما اذا انخفضت المبيعات ما هي الدلاله الان؟ دلاله على ان السعر ناسب المستهلك ولا لا؟ اذا انخفض حجم المبيعات للشركه هل هو دلاله على ان اسعار المنتجات جيده ولا لا؟
ها يا شباب، ما في إجابة؟ طيب جميل، جميل جدا. طبعا هذه طبعا إذا نفينا إنه جميع العوامل الأخرى يعني ما فيها إشكال، إنه ما في عوامل أخرى مؤثرة، فلما نجي نقيس هل فعلا سعر الشركة مناسب ولا لا، نستطيع قياس اللي هو رضا المستهلكين عن أسعار شركة، عن أسعار الشركة من خلال تغير الاسعار وحجم المبيعات. اذا زاد حجم المبيعات فبالتالي يعني تكون اسعارنا مناسبه، اذا قلت المبيعات فقد تكون اسعارنا يعني نوعا ما قد تكون فيها مبالغه. النقطه الاخيره وهي الرقابه والتسريع للقطاع، وطبعا تتوقع الان وش اللي صار، هل المستهلك رضى ولا ما رضى؟ اذا ما رضى فنب، هل الاهداف البيعيه تحققت للشركه؟ هل نبغى نبيع مثلا 1000 وحده؟ هل تحققت ولا لا؟ اذا ما تحققت نشوف وين المشكله فيه، قد تكون سعريه. هل السعر كان مناسب ولا لا؟ هل مثلا التعرف على 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 ردود المستهلكين او وش قال المستهلك عن السعر، وش قال عن، طبعا احيانا الاشياء هذه طبعا تستطيع قياسها اذا كانت مباشره، ولكن احيانا بعض الشركات يقول لك يعني قيم الخدمه او قيم المستهلك بعد تجربته، لما تجرب منتج معين يعني يقول لك بعد يومين 3 ايام يرسل لك رساله كيف شفت السعر وكيف شفت السلعه هل هي مناسبه واهل المجرى. طبعا هذه قياس، قياس ردة أفعال المستهلكين تجاه السلع. طيب بكذا نكون انهينا الوحدة التاسعة وهي التسعير. متبقي لنا اللقاء 11 والثاني عشر، سنجري اللقاء 11 بعد قليل تقريبا، بعد 3 دقائق، التاسعة 45 دقيقة، واللقاء 12 الأخير سيكون في الأسبوع المقبل في عند تمام الساعة 9:45. طيب كذا نكون انهينا الوحدة هذه. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم بعد قليل.